السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايب قلبي في فيديو جديد. وفيديونا النهاردة عن وصفة إن شاء الله للبشرة، وصفة سهلة وسريعة وهتكون بإذن الله تجيب نتيجة فعالة إن شاء الله من أول مرة للبشرة. مش هطول عليكم، يلا بينا على الوصفة. معانا أول مكون هو العسل. انتوا عارفين طبعا العسل يعني فيه مميزات كتيرة جدا وفوائد كتيرة جدا للبشرة. فالعسل بيعمل على العديد من الخصائص المضادة للبكتيريا اللي بتساعد عملية شفاء الجلد وتنقيته، وليه مميزات كتيرة جدا طبعا هبقولها لكم. ومعانا المكون التاني وهو القهوة. القهوة ديت تكون مش قهوة محوجة، قهوة سادة، يعني يفضل طبعا ان هي تكون قهوة سادة مش محوجة نهائي. وطبعا الكمية يعني اللي على حسب ما تاخد البشرة، الكمية انتوا عارفينها طبعا كل بشرة بتختلف عن التانية. ودي اصلا المكون معانا. انتوا طبعا عارفين ان القهوة بتحتوي على حمض الكافيين اللي بيساعد على تقشير البشرة بشكل طبيعي، وان هو بيساعد على يعني على خصائص المضادة للالتهاب اللي بتساعد على الكولاجين بالوجه. يعني الكافيين ده ميزته ان هو بيعمل على تقشير البشرة بشكل طبيعي، وبيعمل على الخصائص المضادة للالتهاب اللي بتساعد على الكولاجين في الوجه. وطبعا ماسك القهوة طبعا والعسل ليه فوائد كتيرة جدا، ان هو بيساعد على العلاج في حب الشباب من خلال البكتيريا المسببة للبشرة، ويساعد العسل على ترطيب البشرة بشكل كامل، وبيساعد على التقليل من التجاعيد وتأخير ظهور العلامات تقدم السن للاحتواء على العديد من المضادات الأكسدة. يبقى العسل بيساعد على تأخر التقدم الشيخوخة في البشرة. ليه بقى؟ لأن هو فيه مضادات الأكسدة اللي بتساعد على ذلك. وبيساعد القهوة على تهدئة الجلد وتخفيف الجلد من الإحمرار والالتهاب. وبتساعد القهوة برضو على هالات اللي تحت العين، وبتقلل الانتفاخ تحت العين، وبتساعد برضو على شد الجلد المترهل. يعني فوائد كتيرة جدا. يعني القهوة والعسل ليهم طبعا فوائد أكتر من اللي أنا قلتها بكتير. وانا طبعا مش عاوزة اطول عليكم، ان هو يكون فيديو يعني سريع ما يكونش طويل عليكم يعني. وزي ما انتوا شايفين كده هنخلط المكونات ببعضها حتى تتجانس. وزي ما انتوا شايفين كده القهوة والعسل اتكنست مع بعضيها. العسل طبعا عشان بيبقى تقيل في الشتاء، يعني ممكن تخففيه بنقطة من اللبن بس، محدش يحط مية، ومحدش يستعمل القهوة بس على بشرته، لان القهوة بس بتسحب الرطوبة من البشرة، واللي عندهم حساسية من العسل على البشرة ما يحطهوش. ماشي. والقهوة طبعا انتوا عارفين بتنقي البشرة من التجاعيد، وبتعمل على تخفيف حب الشباب، بتحمل البشرة من أشعة الشمس، وبتفيد البشرة الدهنية، وبتعزز يعني بتعزز صحة العين من تحت العين يعني. وبتعمل القهوة على تقليل الالتهاب وتفتيح الوجه. يعني ليها فوائد كتيرة جدا. القهوة الماسك ده بيتحط يعني محدش يحطه كتير على البشرة. في ناس بتقولك تلت ساعة ونص ساعة، لا ممكن ربع ساعة وعشر دقايق، لان البشرة يعني لان الماسك بتاع القهوة لو زاد عن حد وعلى على الوجه ممكن يعني يقلب بعكس او كده. فكل حاجة طبعا لها مقدار وليها وقتها على البشرة، مش اي حاجة نسيبها على البشرة وخلاص ده ماسك طبيعي مش هيعمل للبشرة حاجة، لا كل حاجة لها مقدار، وكل حاجة يعني ايه يعني بالمقدار المظبوط على الوجه حتى لو كانت وصفة طبيعية. طبعا الوصفات الطبيعية يعني بتخلي البشرة ليها نضارة، ويعني محدش يستهون بالحاجات الطبيعية ديت. يعني هتجربوها وهتشوفوا معايا وصفات ان الحاجات ديت احسن من الحاجات اللي بنشتريها
من الصيدلية، وحاجات بتبقى يعني كريمات غالية وكده، لكن ممكن تفتح البشرة لكن ما بتديش نضارة للبشرة. ماشي، المراهم لان طبعا كل حاجة لها مقدار وكده زي ما قلت لكم، واحنا يعني بنشتري الكريمات بتفتح لكن ما بتديش نضارة. سبحان الله، يعني الطبيعة بتاعت ربنا في كل حاجة يعني مفيدة جدا للإنسان، ما تتعوضش بأي حاجة تاني مهما عملوا من حاجات غالية ومن حاجات باهظة، عمرها ما هتكون زي الحاجات الطبيعية. سبحان الله. يعني أنا زي ما ذكرت إن محدش يحط القهوة فترة طويلة على البشرة، أوكي. وفي ناس جربت القهوة مع العسل الأسود، يعني بدل العسل الأبيض عسل أسود، وجاب معاهم يعني هما جاب معاهم نتيجة وكده. يعني بيقولوا فتح. انا ما جربتوش الصراحة، انا بجرب العسل الابيض مع القهوة، لكن هما بيقولوا جاب نتيجة معاهم. العسل الاسود مع القهوة، يعني ما عندوش عسل ابيض ممكن يستبدله بالعسل الاسود، بس انا ما جربتش العسل الاسود صراحة. فانت هتجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسونيش باللايك واشتراك، وتحياتي لمنظر قناتي، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.